للقضايا السياسية في موضوع الأخ العزيز أبو عمر الله يفك عوقه إن شاء الله، قضية خالد إني مرت أيام على دفع الدية، ليش تأخر الإفراج عنه أبو عبد الله؟ والله شوف، يعني أعتقد أنها بس مسألة وقت بالنسبة إجراءات، بس مجرد إجراءات، وإن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله أن الله يفك عوقه. أعتقد جميع الإجراءات تمت، بس باقي تقديم العفو صاحب السمو، وأعتقد أنه تم تقديم الطلب، بس فقط إجراءات أنه بسيطة، وإن شاء الله في القريب العاجل نشوفه بين أهله وبين عياله وبين الشعب الكويتي. شلون شفت فزعة أهل الكويت يعني في 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 هذا الموضوع تحديدا؟ والله شوف، جزاك الله خير على هالسؤال. أنا أقول كانت يعني الكل تحدث فزعة الشعب الكويتي، وهذه الملحمة اللي صارت يعني ما عمرها صارت، خاصة أن حتى الدية لما كانت العشرة مليون عمرها ما صارت لا بالجزيرة العربية ولا بالدول الثانية، مبلغ شايد ما كان يعني الكل متوقع أنه مثلا والله خلال 30 ساعة أن يتم جمع هذا المبلغ، مبلغ شيء مهول، وهذا لولا التحام الشعب الكويتي، يعني أعتقد أنه ما كان يحصل هذا الأمر. يعني هذه أعتقد أنها ملحمة وطنية يعني الكل شارك فيها، ونشكر الجميع، نشكر جميع الشعب الكويتي بقبائله بعوائله بطوائفه، يعني موقف لا يمكن ينسي. ومثل هذه المواقف أنا أعتقد على هذه الملحمة اللي صارت، أنا أعتقد يجب أن تدرس حق أبناء الشعب الكويتي، أن هذه من ضمن الملحمة اللي صارت، تلاحم أهل الكويت، وأهل الكويت معروفين. نعم. يعني مثل ما قلنا من ساعة أن بالمواقف تلقى الشعب الكويتي متواجد، يعني والحمد لله هذه القضية أيضا بعدها تم قضية ما جاء بعدها، قضية المطيري، أيضا قضية الشمري، قضية الرشيدي، يعني أدى هذا التلاحم إلى